بمناسبة يوم الصحافة البحرينية الذي تحتفي به المملكة في 7 مايو كل عام، يؤكد مجلس الشورى الدور المحوري والمهم للصحافة الوطنية في مساندة جهود التنمية الشاملة ومسيرة التطور والنماء التي تشهدها المملكة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك من خلال دورها في التعبير بصدق عن تطلعات المواطنين وطموحاتهم، والتي هي الغاية الأساسية من مبادرات ومسارات التنمية الوطنية كافة. ويعرب مجلس الشورى في هذه المناسبة عن وافر التقدير للجهود التي يبذلها العاملون في رحاب الصحافة والإعلام ودورهم الفعال في تنوير الرأي العام وتوجيهه بصورة سليمة، إلى جانب دورهم في نقل الصورة المشرقة عن مملكة البحرين وتعريف العالم بكل ما تحقق من منجزات في كل القطاعات تعزيزاً لمسارات التنمية. كما يؤكد المجلس دعمه تجاه دراسة القوانين والتشريعات التي تعزز من مكانة الصحافة البحرينية وإسهامها الإيجابي في مساندة قضايا الوطن والمواطن، تفعيلاً لتوجيهات القيادة الحكيمة رعاها الله وما توليه من اهتمام ومساندة للجسم الصحفي، وانسجاماً مع مبادئ حرية الرأي والتعبير التي كفلها دستور المملكة كنواة للمجتمعات المتقدمة، منوهاً المجلس في الوقت ذاته بما توليه الصحافة من اهتمام وتكريس للجهود نحو إبراز الواقع الديمقراطي المتقدم الذي تنعم به مملكة البحرين على اعتبارها أحد دعائم المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد المعظم أيده الله. شكراً.